اه طبعا بتفرج على كوره وكل حاجه، بس ما كنت مش بنفس الحماس من 6 أو 7 سنوات يعني. كنت يعني مش متعصب قوي يعني، بس كنت بشجع يعني، كنت بتفرج على الماتشات كلها. دلوقتي ممكن اتفرج على جزء من الماتش وبعدين اشوف حالي يعني. لكن كل التوفيق ان شاء الله في الماتش، وكل التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله في ماتش مع كوت ديفوار. ان شاء الله تتاهلوا لكاس العالم. احنا محتاجين كل الفرق العربيه يعني نغزو كاس العالم القادم ان شاء الله.